مرحبا شباب، اليوم جايب لكم الماوس باد من شركة ريزر والحجم الكبير المحيطة بالإضاءة RGB 16 مليون لون مثل ما انتم شايفينه. حنروح نفتح العلبة ونشوف مواصفاتها وكيف مصنوعة وكيف عملية برمجتها على الكمبيوتر. بحال حبيت تشتريها بتكون أخذت عنا المعلومات الكافية. حنروح على طول نفتح العلبة ومن ما أتأخر عليكم، معكم وائل من WMF Gadget وخلينا نروح على المراجعة. الريزر ماوس باد الكروم انصنعت تقريبا بسنة 2015. المميز فيها بشكل كتير كبير السطح تبعها، الوجه من فوق معمول من قماش، بساعد كتير الحساس الموجود بالماوس ان كانت ريزر او اي براند تاني على التفاعل، وبيعطي دقة جدا عالية اثناء اللعب، خاصة لو اللعبة كانت حماسية وفيها اكشن كتير وفيها حركة كتير كبيرة وفيها دقة بنفس الوقت. اما المادة الخلفية منها مصنوعة من مادة الرابر اللي هي بتعزر الحركة على السطح اللي انت حاط عليها، وبتخليها بطريقة تكون جدا ثابتة وما تتحرك اثناء اللعب او اثناء الحركة او الشغل على الكمبيوتر او الديسك عندك. اما كنترولر الاضاءة اللي موجود بالزاوية اليسار من الماوس باد حجمه جدا صغير ومطلب اللون الاسود المات، يعني مش مؤثر كتير على شكلها، بالعكس عطيها شكل رايق وشكل كتير جدا جميل وموصول فيه من الميلتين اضاءة RGB 16 مليون لون محيطة للماوس باد بشكل كامل. بس حتسألني كيف موصلين خط الاضاءة على قطعة قماش بطريقة انه ما يفلت معي على الوقت الطويل؟ حلك انا صح معك حق، بس الخيط ونوعية الخياطة اللي عاملين في هذه الاضاءة على اطراف الماوس باد جدا احترافية وشكلها جدا جميل، مش مأثرة ونوعية الخيطان مش عاتية، حجم كتير كبير فاللون بيطلع عندك جدا واضح وشكلها جدا جميل. عرضها 36 انش بطول 11 انش ونص تقريبا، يلي هو الحجم المتعارف عليه بالاسواق للماوس باد بس اللارج سايز. اما طريقة توصيله على الكمبيوتر جدا سهل مثله مثل اي قطعة تانية من منفذ USB، بس بتحطها بالكمبيوتر ومن بعدها تلقائيا يعني بتتعرف على برنامج الكروم اللي حتكون انت منزله عندك من موقع الرسمي لشركة ريزر. حتلاقي الموقع موجود بصندوق الوصف. اما احترافية ريزر صراحة عجيبة، قدرت توصل بين الماوس والكيبورد والماوس باد على اضاءة واحدة، يعني لو انت مشغل اضاءة على الكيبورد او على الماوس وفي حركات ممكن ان هي تمتد، يعني في اضاءة موجودة بالبرنامج الموجود عنده على الكمبيوتر الاضاءة بتمتد، يعني لو كبست على الكيبورد او على الماوس بتلاقي الاضاءة عمالة تمشي بين ثلاث قطع مع بعض بتناغم جدا حلو، بتقدر توصل عليهم كمان قطعة موجودة بالكمبيوتر واضاءة فيليبس الاضاءة العادية اللي موجودة بالغرفة، يعني ممكن من كبسة واحدة على الكيبورد تلاقي عندك الغرفة كلها عمالة تعطي افك جدا جميل. بس التيوب لايت اللي موجود حوالين قطعة الماوس باد مشكلته واحدة بس، انه مصنوع كله شقفة واحدة، يعني اللون حيمشي فيه كله لون واحد. اوكي انه في عندك 16 مليون لون قدر تختار من بيناتهم، بس القطعة كلها حتكون على لون واحد، بمعنى الماوس والكيبورد انت قادر كل زر تحدد عليه لون معين، حتى الماوس القطعتين الموجودين على الجنبين حيكون فيهم كل قطعة فيهم لون معين، بينما الماوس باد التيوب كله حيكون لون واحد، معناها مش حتقدر تجزئ انت النقطة العلوية بلون احمر والنقطة الثانية بلون ثاني، لا بدها تكون كلها التيوب كله اللي موجود حوالين الماوس باد بلون واحد. كثير سهل برمجتها واضافة الاضاءة اللي انت حابب توصلها مع الماوس والكيبورد، وممكن اذا بدك تحدد لها اضاءة خاصة فيها منفصلة شوي على الماوس والكيبورد او اي قطعة ثانية موجودة عندك، يعني لو حابب تميزها باضاءة مختلفة اخضر او احمر وحابب تحط الماوس والكيبورد باللون الازرق مثلا فيك تفصلها، مش لازم يكونوا مدموجين ببعض مع قطعة الكمبيوتر او مع القطعة اللي موجودة بالغرفة عندك، ممكن يكون لها اضاءة خاصة فيها. إضافة الماوس باد مع الإضاءة على السيت أب بيعطي صراحة جو جدا خطير، خاصة لو كنت محدد إضاءة معينة للعبة معينة، هيدي الأوبشن كمان موجودة من الأبلكيشن من البرنامج اللي موجود على جهاز الكمبيوتر، وخطيرة جدا إنك تقدر على لعبة معينة مثل الببجي أو الكونتر سترايك أو أي لعبة تقدر تحدد لها بروفايل خاص فيها، يعني لون معين، مثلا حابب تلعب الببجي تحط لها اللون الأحمر حماسية وركض وفيها معارك وحرب، لو حابب تلعب لعبة ثانية فيك تحدد لها لون ثاني. جدا حلوة وبتصير بمجرد ما تفتح اللعبة بيشتغل معك هذا الثيم اللي هو اللون، ولو كنت واصل كمان القطعة الثانية الكيبورد والماوس والغرفة الإضاءة اللي موجودين مع الكمبيوتر تلقائيا حتتحول وتصير كل الإضاءة مثل ما أنت محددها على هيدي اللعبة. خلينا نروح شوي على سعر اللي هو 50 دولار يلي فينا نقول انه هو عالي شوي او حتى كمان عالي كتير، ما فينا نكذب كمان ونقول انه هو منه عالي، بس الفكرة فيها اللي معليها سعرها هي الاضاءة اللي موجودة حواليها، لانه انت ممكن تلاقيها من نفس شركة ريزر من دون اضاءة اقل، وممكن تلاقيها بشركة تانية اقل لحد نص السعر واقل كمان من نص السعر، بس الفكرة فيه لو انت منك محتاج اضاءة زايدة على السيت اب، يعني لو سيت اب مش موجود في اضاءة بالماوس بالكيبورد بالكيس بالغرفة باي شيء مش موجود عندك ومنهم مرتبطين ببرنامج ريزر على الكمبيوتر، هيدا رقم
حتكون انت محتاجة، وممكن انت تشتري قطعة اقل شوي من شركة تانية ممكن يوصل السعر للنص، او حتى من شركة ريزر حيكون السعر اقل بعشرة او $15. بس لحظة تعال شوي قبل ما تروح تشتري من شركة تانية، بدي خبرك شغلة انه تأكد بشكل كتير كبير من السطح المصنوع منه الماوس باد، لانه اذا ما كان ناعم ومتلاقى مع حساسية الماوس الموجودة عندك او بشكل عام حساسية الماوس، حيعمل عليك مشاكل كتير كبير ورجعك نوب ايام زمان وقت اللي كنت بعدك مبلش باللعب. لانه السطح المصنوع منه الماوس باد اذا كان في اي شوائب صغيرة او خيطان مثل السوف اللي انتو شايفينه بطريقة الخياطة وطريقة التصنيع، حتأثر معك بشكل كتير كبير على اللعب. المطلوب يكون ناعم بشكل خرافي يعني، والمطلوب تكون الخياطة جدا صغيرة وقريبة على بعضها، بحيث انك انت ما تشوفها تفكر قطعة واحدة مثل البلاستيك او قطعة الجلد. بينما لو انت جبتها من نوعية او جودة قليل شوي، هتلاقي في خيطان طالعة، وانا جربتها وحارجع عملكن عليها فيديو بعدين وقاري لكم القطعة اللي بتجي سطحها من فوق ناعم، والقطعة اللي بتجي العادية القماش فيها في شوائب. هتلاقي حالك لو انت في عندك عم تلعب العاب حماسية مثل ببجي او الكاونتر سترايك، هتلاقيها عمالة توقف قبل ما توصل على الشخص وتطلق على النار. هتلاقي الخيط اللي طالع اللي هو بشكل بسيط انت مش مأثر عليك، هتلاقي الماوس والحساس تبعها واقف عليه، وبهيدا الحالة حتصير حركتك جدا بطيئة فيه. بينما السطح اللي فوق تأكد منه انه يكون جدا ناعم عشان الماوس تكون حركته عليها جدا سلسة وجدا حلوة وما تأثر عليك باللعب وتخلي حماسك كتير عالي وتنبسط باللعب اللي انت عمالة تلعب. وهيك الشرح بيكون كافي لتفكر قبل ما تروح تشتري الماوس باد من شركة ريزر او من اي شركة تانية. ومثل ما قلت لك اهم شيء تأكد من السطح انه يكون ناعم وما يكون في اي شوائب، وشوف انت اتجاهك لوين حابب تروح على الالعاب، خليها تكون ناعمة للماكسيموم، يعني اكثر درجة نعومية تكون موجودة عشان تكون اللعبة سلسة معك اكثر وحساس الماوس يشتغل معك بدقة اكبر. اما لو انت رايح اكثر على المونتاج او رايح على الفوتوشوب او اي برنامج تاني او تايبينج بس عمله للديسكتوب عندك، ما في عندك مشكلة لو انت استرخصت شوي او قللت شوي بالجودة. بس بعتقد بالفوتوشوب هتحتاج كمان نوعية ماوس باد تكون عالية شوي، بعتقد شباب الفوتوشوب فاهمين علي او عارفين ليش مطلوب الدقة تكون موجودة. لما تكون عمالي في عندك اي تحديد انت عمالي تعمله بايدك بالرسم محتاج نعومية، فكمان شباب الفوتوشوب بنصحكم تروحوا اكتر على النعومية بالسطح اللي موجود، ما تروح على اي قطعة تكون نوعيتها وجودتها قليل شوي وفيها شوائب، حتصير تعطلكم كتير وتعيد عليكم شغل كتير كبير. يا رب تكونوا استفدتوا من المعلومات والشرح اللي اعطيتكم اياها اليوم، ومثل العادة برجع بقلكم ما تنسوا تدعمونا بالسبسكرايب وتفعل زر الجرس وتضغط على زر اللايك، ولو في عندك اي سؤال او استفسار بس حط لنا اياه بالتعليقات تحت وانا حتلاقيه موجود عندك ورد عليك بسرعة. ولهون بتكون خلصت حلقتنا اليوم، والسلام عليكم.